السلام عليكم. اليوم جبت لكم غراتان بالروز والطون. هنايا درت واحد البصله، درتها كتشحر مع شويه الزيت وشويه التوابل. هنايا غادي نوجد لاصوص اللي غنديرها فيها. فيها جوج بيضات، كاس ديال الحليب صغير، شويه الملحه، الفرماج اللي بغيتي ديري فيها ولا بغيتي ديريه من قبل، شويه التوابل اللي كتفضلوا نتوما. درت فيها شويه سكينجبير، شويه البزار، خرقوم، تحميره، شويه السودانيه اللي كيفضل الحار، كمون. من بعد كنحركوا داكشي كامل، صافي كنخليوها على جنب. هنايا سلقنا الروز مع شويه مليحه وشويه الزيت، البصله اللي درناها تقلى في الاول، هاد الكراتان بشمال اللي كان عندك كفته يا دجاج يا طون اللي كان عندك. انايا درتها بالطون، نعطيتكم الفكره وانتم اللي بغيتو كتفضلوه كديروه. كنزيدو عليها هنايا التوابل، شويه التحميره اي بابريكا، سودانيه حاره، شويه خرقوم، كمون، سكينجبير، شويه البزار، عندي قزبر يابس تما، شويه الملح، شويه لاصوص ديال الطوماط محكوكه. صافي كنخلطوا هاد العناصر كامله. الا عندك حتى صوليس تقدري ديريها، ماشي مشكل، حتى هي غادي نستعملوها من الفوق. من بعد كتجيبي سوينيات فرديين، ولا انا عندي هاد جوج طواجن كنفضل نديرهم فيهم. شويه راه ما كبار ما صغار، هادو متوسطين. كندير شويه لاصوص لتحت، كندير داك الخليط ديال الروز اللي كنت قلت لكم قسمته على جوج، انا عندي جوج. بغيتو ديرو فرديين تقدروا ديروهم، حتى هي كتجي زوينه غراتان فرديين. من بعد ما كنديروا فيهم هاد الخليط ديال الروز، كنشدوا داك الخليط ديال البيض اللي كنا خلطناه مع الحليب وكل شيء، كنديروا في الاول شويه صوليس طوماطي، كتجي رائعه ومعلكه، واحد الكراتان غزال الصراحه مع ديك البصيله. ماذا بكم تخليوها شويه يعني ما تطيبش مزيان. صافي هذاك الخليط اللي كنا درناه ديال البيض والحليب والتوابل كنزيدوه فوق الخليط ديال الروز، بعد كنزيدو الفرماج ديال الموتزاريلا ديال البيتزا، كندخلو الفران على حساب 15 دقيقة هكاك. بلا ما شربنا شربت ديك العقدة ديك الحليب وداك البيض وهذا، والفرماج كيطلق. وهانتوما مع الوصفة، كنتمنى تنال اعجابكم. وصدقوني رائعة، كيجي غراتان بالروز كيجي معلك. دخلتو الفران، وهي النتيجة. كيجي غزال معلك، ها هو. وبالصحة والراحة، نتمنى ينال إعجابكم.
وصفة بسيطة وسهلة، لما لا نجربوها نبدلو شوية. بصحة وراحة، مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.